السلام عليكم، معاكم محمود. كان مرة واحد عايز يتجوز واحدة وبيتكلم معاها بقى، لسه بيتعرفوا الأول وكده. فقالت له أنا بحب كذا وبحب مكياج وبعمل مانيكير وبعمل بتاع والحاجات دي بتكلف وأنت لازم بقى تدعمني في الحاجات دي بعد ما نتجوز ونرتبط، ولازم توريني قدرة الراجل ومش عارف إيه. فلا، قدرة الراجل في إيه بالظبط؟ قالت له في انه يدعمني بفلوس، يعني الحاجات دي، الجمال ده عشان ابقى جميله كده. قال لها طب وانت من غير الحاجات دي مش جميله؟ قالت له لا انا طبعا جميله. قال لها طب اقول لك على حاجه، انا كنت مرتبط بواحده قبل كده وما اتجوزناش بسبب انها بدات تحط مكياج، لانها كانت جميله ولا تحتاج الى المكياج، ولكن قال لي فوجئت ان انا يعني الحاجات اللي انا بحبتها فيها هي بتغيرها. ف بيقول الست، بيقول لها يعني او البنت اللي عايز يتجوزها، بيقول لها البنت اللي كنت مرتبط بيها كان ضوافرها مش طويله، وفجاه لقيتها بتطول ضوافرها وبتحط مانيكير الوان حتى الالوان ما بحبهاش. قال كنت بحب ان هي مثلا لون شعرها الطبيعي كذا، بدات تغيره وتعمله اصفر فاقع قوي كده، اشبه يعني لون الذهب او كده. قال ما بحبوش، ماليش فيه. قال بتعمل كل حاجه انا بحبهاش. قال فما ارتبطناش. قالت له ايه يعني رفضتها عشان الشكل؟ قال لها ما هو المضمون غير في الشكل، هي من جوه متمرده على اللي انا بقوله، متمرده على شكلها اللي مش عاجبها، عايزه تغيره. بتغيري لمين يا بنت الحلال؟ تقول لك لنفسي. طب خلاص خليكي لنفسك وانا لنفسي. قال وخلاص وبوظنا الموضوع. انت بقى ايه الاخبار؟ قالت له انا كده ما انفعكش بقى، انا لازم مكياج. لو انت متاكده انك مش حلوه خالص من غير مكياج؟ قلت له لا انا حلوه، بس انا بحب احط مكياج، انا بحب شكلي كده، واعمل شعري واعمل ضوافري واعمل بطاطي وفخادي وكل حاجه. فقال لها طب خلاص مش هينفع. قلت له ايه ده انت بتخزر؟ لا انا مو مستعد اتغير عشانك وبتاع. وبدات تجيب ورا. اما قال لها خلاص انا موافق ان احنا نقطع. فقالت له بس انا عايز اعرف، هو انت ما بتحبش المكياج ليه؟ بالمناسبه انا كمان ما بحبش المكياج. انا كراجل يعني ما بحبش على المراه ان هي تحط مكياج، انه دليل على انها بتداري حاجه. المهم، فبتقول له انت ما بتحبش المكياج ليه؟ قال لها هي كان شكلها تضاريس وشها باينه، عارف اميزها، اشوفها من نص مليون اعرفها. قلبي طوق ليها. قال لك ان لما اتغير شكلها بقت واحده تانية. قال لي بقت شبه الخنزير والعياذ بالله. قال لك ما مش شايف يعني من الوش غير خرمين المناخير، قال باقي مبيضات، تحس انه حاجه كده، واهو في حتى في قدامنا خنزيره. يعني نقول سبحان الله، الناس كلها والعالم كله لما بييجوا يخترعوا حاجه بيخترعوها شبه حاجه خلقها ربنا. العربيه يعملوها باربع كاوتشات عشان تحاكي الحيوانه باربع رجلين. طب يقول لك ما عملوهاش بخمس كاوتشات ليه او خمس رجلين ليه؟ قال لك لا، ما هو في اللوري بتبقى بسته وبثمانيه رجلين وبتاع. ايوه بس الكاوتشات جنب بعض فتعتبر زي الاربع رجلين برضه. المهم بيحاكوا الحاجه دايما شبه الحيوان، بيسموا العربيات زي جاكور مثلا، جودزيلا، بيسموها على اسامي الحيوانات. حتى في عربيات كتيره مسماها مسمى الحيوان بس بلغات مختلفه مش بس الانجليزي. كمان الواجهة، الوش بتاع العربية بالفوانيس معمول زي عيون وأنف وش بعض الحيوانات، لا سيما الحيوانات المفترسة، دليل على القوة يعني، النمور والأسود والتماسيح وكده يعني. حاجة كمان الطيارة، ليه بيعملوها شبه العصفورة شبه الطائر؟ نفس ديل وجناح ونفس الانسيابية وبتاع، ده ناقص يخلوا الجناحات تعمل كده زي العصافير. فمحاكاة لخلق الله بتبقى في التصنيع، لأن أنت ما تعرفش حاجة تانية غير اللي قدامك ده. فأما بتيجي تعمل حاجة مختلفة بقى شاذة بقى، ما هياش زي خلقة الله، بتملس كده الوش تخليه بقى كله أبيض وتعمل مش عارف إيه في البتاع، والعيون تعملها مش عارف بشادو وبتاع عجن كده، فيبقى شكلها حاجة شاذة. لو بني آدم طبيعي هيشوف واحدة بالمكياج كده يشمئز، لكن واحد اتعود على الاشكال دي وهي دي في نظره اللي هي سكسي بقى جميله كده، لا يشوف دي لا دي الاجمل، اللي ام مكياج اللي ملقمطه وشها زي البلياتشو دي، لك لا دي احسن. واحد عايش طول عمره مثلا ايه في السيرك بيتفرج على البلياتشو،
فبرضه شكل البلياتش يشوفه ينبسط، ده حلو، ده معناه البهجه، معناه السعاده، ده الشكل السعاده اللي هو اتعود عليها. فانت الاجداد عودوك على ايه؟ هو ده، هو ده اللي انت بتحبه ومتعود عليه. فاياك يا اخي ان تتعود على الشكل اللي هو ضد خلقه الله الطبيعيه، اللي هو ملعوب فيه. انا بقول لك اما بيجي حد يصنع حاجه وتطلع ناجحه، لازم بيصنعها بيحاكي خلق الله في كائن معين، حاجه شبه الخنفسه، حاجه شبه الصرصار، حاجه شبه العصفوره، حاجه شبه الحمامه، حاجه شبه الديك. الديك تقول ما خدتش. المهم، فدي نهايه الحلقه، خلصت الحلقه على كده. انا بس عايز اقول لك ان الحاجات دي ساعات بيتوارثها جيل ورا جيل، الاجداد، ميراث الاجداد، تراث الاجداد. يقول لك بص انا اتعودنا، انا امي كانت بتحط مكياج وهي تحط مكياج وتعلم بنتها لا طولي ضوافرك اعملي مش عارف ايه. طولي حوافرك ليه؟ انت فرخه هتقعدي تنبشي في الارض بالحوافر دي؟ يعني اهلك ولا جوزك بيجيبوا لك الاكل لحدك محتاج الحوافر في، هتتخنقي بيهم مثلا؟ يعني في اللي اعرفه كان في حاجه في اخر الحلقه كده، البنات الشوية شرشيحة أو بيئة شوية في مصر مثلا أو في الدول المكافحة اللي زي مصر، البنات اللي هي شغالة في مكاتب أو في سوبر ماركت أو بتاع، يعني بياعة بتاع، بيطولوا كانوا يعني عادتهم يطولوا ضفرين ثلاثة كده بشكل حاد ويسنهم زي السكينة. ليه؟ تقولك علشان البنت اللي مثلا بتحقد عليا أو بتكرهني في المحل اللي أنا شغالة فيه بالضفر دون اخربشها كده، هو بس تروح مخربشها كده ايه تقول لك قال يعني باخد منها الورق واروح مخربشها عشان ينتقموا مع بعض من بعض، وتقول لك لا اصل في المنطقه يخافوا مني عشان بخربش انا جامده يعني، فبيستخدموها للبلطجه. فشوفوا دلوقتي بقى البنات كلها مطوله ضفرها ازاي، زي الفراخ اللي يعني الله المستعان. يلا نشوفكم على خير، خلصت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. حفظ الله، السلام عليكم.